بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة ويوم سعيد عليكم ان شاء الله. النهاردة انا معايا كيلو لحمة مفرومة، هعمل كفتة مشوية في فرن البوتاجاز. معايا فلفلة كبيرة خضرة وواحدة حمرة، ضربتهم وصفتهم كويس من المية بتاعتهم، وحطيت المية في طبق. ومعايا بصلة كبيرة برضو ضربتها وصفتها وحطيت المية بتاعتها على مية الفلفل، وهحط طبق صغير بقدونس مقطع، محطش طبعا العروق، وهنا معلقتين كبار نشا وعليهم معلقة بيكنج باودر، هنا معلقتين صغيرين ملح، كيلو المفروم ياخد معلقتين صغيرين ملح او معلقة كبيرة، ومعايا معلقتين صغيرين بهارات كفتة، ومعايا بهارات مشكلة معلقة، معلقة بابريكا وفلفل اسود. واهم حاجة طبعا ده انا ادمج ده كله كتير قوي، 8 دقايق 10 دقايق على قد ما اقدر عشان المكونات كلها تندمج مع بعضها. وضربتها كويس وهسيبها تستريح حوالي نص ساعة، وبعدين هبتدي احطها على السياخ ونرجع مع بعض تاني بإذن الله. وعملت الكمية ولسه هكمل معاكم. طبعا حطيت خضار برضو كده، بصل وطماطم وفلفل حراق هشويه برضو معاه، كله هحطه على شبكة الفرن. ناخد هنا واحدة كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نقفلها طبعا من فوق. وبعدين دي مية البصل اللي احنا صفينا فيها البصل والفلفل، نبتدي ندهنها كده عشان ما تنشفش، ونولع الفرن ونحطها على الشواية ونبتدي نتابعهم، وكل شوية بالفرشة ندهنهم من مية البصل والفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم، خلصت الكفتة، وياريت الوصفة تكون تعجبكم وتعملوها.